كابتن حماده كابتن احمد عيد انه لعب يلعب على الاطراف اكتر، نلعب عشان فريق البنك الاهلي مقفل نص الملعب وبمعنى اصح منطقه جزائه، فادى تعليمات اللعيبه باللعب على الاطراف. طب هو لعب على الاطراف وفي الدقيقه 57 او بعد 15 دقائق مغير الجزير اللي هو بيلعب بدماغه يعني. بس هو قال ان احنا ضيعنا فرص ورحنا للجون كتير. لا طبعا احنا لا ضيعنا فرص ولا رحنا للجون، احنا كنا بنروح للجون. هو استحواذ، يقصد الاستحواذ، استحواذ 61%. بس استحواذ السلبي مش استحواذ ايجابي. هي كلها كانت كرات عرضيه بتتعمل للمدافعين بياخدوها للجون بيطلع ياخدها، لكن انت ما رحتش على الجون ما عملتش فرص زي ما احنا اتكلمنا. بس انا كان ليا تعقيب مع كلام الكابتن احمد لما نقول على كاردرون مش عايز، وانت بتقول مش عايز مدرب عام ولا مدير كوره، مفيش حاجه اسمها مش عايز. لو هو لو مش عايز انا ما لا انا ما اجزمتش انا بقول لك سمعنا ان هو مش عايز. بص طارق يحيى، احنا نادي الزمالك في لوائح، في لوائح بتحكمنا في نادي الزمالك. لا في مدير كوره وفي مدرب عام. الاداره هي اللي بتتكلم مع الاداره، ما ده للاسف. خلي بس عشان اكمل كلامي مش كله. ما للاسف اللجنه اللي فاتت ما عملتش الكلام دوت، وكانت بتمشي له كل الاوامر، كان اي حاجه بيطلبها بتقول له اه عشان عايز اه عشان تحافظ على الفرقه. لا في حاجات ده اساس نادي، لوائح نادي، اللي انا لازم يبقى فيه مدير كوره، لازم يبقى فيه مدرب عام، لازم اخلق كوادر حتى يبقى فيه مدرب مساعد مصري. مفيش حاجه اللي انا مش عايز. طب زي ما انت قلت لو حصل اي حاجه مثلا مين هيناقشه؟ مين هيتشاور معاه على الدكه؟ مين هيقول له نعمل ايه؟ طب انت ما انت لازم. كان الكابتن عصام بهيجه الله يرحمه طارق كان يقول لك ايه، انا بدل ما يكون ليا عينين يبقى معايا اتنين مساعدين، ليا ست عيون. جابوا لك اربعه احسن من اتنين وست احسن من اربعه. يعني الناس بتشوف وناس تقول لي لا نعمل كذا. لكن النهارده طبعا الكلام اللي هو اللي احنا هاجمنا كتير، لا احنا ما هاجمناش، احنا ما كانش لينا فرص، احنا النهارده ما اعرفش في ايه، ما اعرفش في حاجات كتير مش عايز اتكلم فيها طبعا في وقتنا هذا. بعد كده ممكن نتكلم فيها. لكن انا حاسس النهارده النادي الزمالك مش بيلعب على بطوله من البدايه. ما تعرفش بيلعب ايه، ماتش كويس بعد كده يتعادل بعد كده يخسر، الروح مش هي بتاعت السنه اللي فاتت اخر 7 ماتشات. مش عارف في ايه يا طارق، لازم يبقى حل. انا يعني في انا عارف ان بكره في المجلس بتاع المستشار مرتضى منصور جاي هيستلم النادي. لازم يبقى في حلول وقعدات مع اللعيبه نفسيه، لان فعلا الدوري لسه طويل. بس لازم نقعد ونتكلم ونشوف اللعيبه في ايه المشاكل، والمدير الفني لو عنده مشاكل نتكلم. لكن لو سيبنا النادي الزمالك بلا ضابط ورابط كده، ان مثلا مدير فني بيتحكم في كل حاجه، لا لازم يبقى في مدير كوره، لازم يبقى في مدرب عام، لازم يبقى في مجلس، لازم يبقى في انتخابات. عايزين نحس باستقرار، احنا مش حاسين باستقرار اداري في نادي الزمالك، ودلوقتي مش حاسين باستقرار رياضي او استقرار كروي. تكسب ماتش، تتعادل ماتش، تخسر ماتش مثلا من النادي الاهلي هزيمه كبيره، ترجع تاني للاسماعيلي تكسب، نقول ان شاء الله هنكسب، نيجي النهارده البنك الاهلي. في حاجه غلط، عايزين نعرف ايه الغلط ده. طيب.